بدنا بدنا خرجة جمعية شي خب كاميرا بخبية واللي جاي يلقى من ده اسمه الكاميرا كاشي واللي جاي يلقى من ده لا ضحك اليوم تلاقينا بالذمة خرجة جمعية شيخة بكاميرا بخبية يا ساعة لما بنيجا شيخة بكاميرا بخبية واللي جاي يلقى من ده اسمه الكاميرا كاشي واللي جاي يلقى من ده اسمه الكاميرا كاشي يا سيدي صحة شريبتكم ورمضانكم مبروك على امتداد 30 حلقة إن شاء الله باش نرافقوكم في شهر رمضان المعظم. الحلقة الأولى خيرنا باش يكون فيها المختار التليلي المخ. علاش اخترناه؟ على خاطر ضامر برشا، على أساس وأنه ثم تصاور متاع عيسى حياته واللي ربش به ويقول عيسى ما ماتوا، والمشكلة اللي صارت في الكوب دافريك واللي هو عنده مشاكل كبيرة مع التوانسة الكل عيسى حياته، حطينا له تصاور فوتوشوب وأكدنا وأنه علاقته به كبيرة برشا، يتعشى معاه ويتقرب له ويهدي له. لكن المخ من الآخر خطيه الحكايات هذه الكل، وتعدت عليه عشوية اللي هي نشوفها مع بعض. مختار، ما بتلك الصور على الفيسبوك قالك عمل لي مساج، عمل لي مساج. تم تفاعل كبير من جمهور المتابعين على هذه الصور اللي تقعد تداول سي مختار على الفيسبوك. تفضل. شنو هي الصور؟ انا في قاعده هيك فين؟ ما فاهم حتى شيء. فين؟ هذه في كوب دافريك الاخرانيه بتصور هذا. اتصورت مع سي مختار. يا ودي انا في تونس ولا تدخل تصور معاه؟ انا في تونس. لا صار في تونس بعد الاخر. لا ما صارش معاه، انا قابلته ولا نعرفه انا. يقولوا لي سامحني طارق نرجع يقول الحكم الدولي السابق علالة المالكي حب يدخل، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بضيوفك الكرام سيد الاستاذ العلامي الممر القدير سي منصف العرفاوي، دون ان ننسى خونا سمير السليمي. ومعنا ايضا الكابتن مختار التليلي. كيفاش سي مختار هكا التصاور هذوما اللي ما صلي على النبي يا علالة، ما يشرفوكش يا علالة، صلي على النبي يا علالة يهديك ربي. لا انا هدايا ولا حقيقه ولا خيال؟ مختار كيفاش؟ لا خيال. ماهيش حقيقه. في امري يا سي مختار، كيفاش؟ اشنو القنبله اللي تشاهد سي مختار اللي فيها عيسى حياته باش يعطيه راني الكاميرون بعد العمر هذا؟ شنو اللي عنده باش يعمل له عيسى حياته؟ باش يقدم له الهدايا ويقدم له حتى باش في عيسى حياته يبوس فيه من جبينه. هذا استمونتاج هذا. تفضل تفضل. انا نحب نفكر في مختار في حاجه. وقت اللي في الكوب دافريك الاخرانيه في السويعه كان كاتب تونس هنا في جبينه. معناها توا ولا معناها كله هذاك سينما؟ سي علالة نستغرب منك تتكلم في الكلام هذايا، نستغرب منك تتكلم على حاجه انت نفسك ماكش متاكد منها. هالتصاور هذوما انا فين عملتهم؟ فين البقعه؟ انا ما سافرتش في دافريك. هم هابطين في الفيسبوك. هابطوا في الفيسبوك، هابطوا جورج بوش مع مع مع, مع طفله، وهابطوا جورج وسوف يشم، وهابطوا شو اسمها هذاك المغنيه اللبنانيه داش تعمل. تي هذا هذي سيسا أنا على كل حال يزي صلي عني بي تيزي خايب الظني، خايب الظني يا سي مختار، حقيقة خايب الظني. بارك الله فيك سي علالة. ما هو سي مختار تليلي اللي نعرفه اللي سابق يا علالة. غلط، الله يهديك غلط، ما تغلطش رأي العام، ما تغلطش رأي العام، غلط. كيفاش غلط سي مختار؟ وتصاور تو جابتهم لي بنتي سرورة ورتهم يا ولدي، حتى أنا بنتي جابهم لي تصاور، ما شفتهم، شفتهم تصاور أنا شفتهم، أولادي شافوهم وبنتي شافتهم. صلي على النبي الله يهديك. وسايب عليك هالقلم هذا تحب ترجع بيه، سايب عليك على لا خي من تو مش ما تقولش قصوا علي التليفون. الكسوة هذه والله اللي عندي، لا لا لا, 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 لا يا كسوتي هذه والله اللي عندي، السورية هذه زاد ولا الكافات هذه. شنو اللي انا تصورت ما تصورتش معاه وما شفتوش، واللي يحب يمن يمن واللي ما يحبش يمن ما يمنش. اي بون با دي اوتر شوز. التوقيت الحقيقة أكبر برشا من مجرد صورة، يعني هذا اللي بالحق انا يخوفني اليوم. علاش اليوم؟ انا والله العظيم في بالله الكريم لا نهار شفته لا من قريب لا من بعيد الشخص هذا. باهي يقول لي عندنا مكالمه هاتفيه الاعلامي سامي اكريم. تثبت من بيعان الماتشوات، شريان الماتشوات. شو بيعان الماتشوات عندك ما يثبت سامي؟ ما نسمحلكش انا صراحه. ودي مخاسي مختلف علم علم اعلام شريان وبيعان الماتشوات
يا اخي لازم ما يثبت وما يثبتش يا اخي، هو يتفاخر بهدايا في مختار كلي ما ديك الخدمه الخدمه نتاعو، يعني انه يتقرب للناس الاقوياء يا اخي. البوس والتعنيق مع عيسى حياته مش حاجه جديده، هذه السيد مخ في كل شيء، ثاني اكسبير معناتها نستعرف فيه اكسبير في الكوره، لكن زاد نستعمل نستعرف فيها اكسبير في التكامبين، ونستعرف فيها اكسبير في البيع، اكسبير في الشريان، وفي التقرب معناتها للاشخاص هذوما، للاشخاص القويين، واحنا نعرفوا التاريخ. او يجاوبك مختار التريلي بالنسبه للسوان هذه يا سي سامي، نقول لك اللي انا كيما عملوا هاك السوان نتاع عامه الترجي عام 2006 2007 2008 نتاع الترجي، طلعت مركبه ومفبركه. يا سامي سايب عليك من الموضوع هذايا، وانت قاعد توا قاعد تصب في الزيت على النار، قاعد اكثر من اللي قاعد تحب مختار تليلي يحمل اسمه مختار تليلي قوي في الكوره وقوي في التكامبين. كان تكامبنا مع بعضنا انا وياك في المنتخب، كان تفكر تكامبنا مع بعضنا زاد، ما تنساش. ممكن اي ما تنساش يا ماتر التليفون يا ماتر زوير قنبل. دكار. حاضر سيدي. شبيز القمر والله واحد يلقى روحه في موقف محرج الحقيقه. نحينا تو من العدينيه تصاور وكذا، لكن لازم نقول انا الكلام هذا الحقيقه، انه اداره قناه حنا بعل ممثله في رئيس المدير العام تقول انه هي راهي الصور هذه تعتبرها صور رسميه وحقيقيه، وانه ما صار في سبيعه كان الكل كان ما بين ظفرين تخابر بين سي مختار وبين سيد عيسى حياته رئيس الكونفدرالية الافريقيه. اي شنو بالاخر الاداره العامه نحترمها، الاداره العامه باش تتوجه الى تقديم شيكي فتح تحقيق ضد السيد مختار التليلي وكل من سيكشفان البحث والتحقيق للتثبت من صحه هذه الصور والتخابر والكلام اللي صار ونقل الاخبار وخلاف ذلك. اللي يحب يقدم قضيه يقدم حتى لهاي. استاذ تاكدنا حسب اداره القناه قالت تاكدنا من صحه المعلومات. لا صحه المعلومات ماهوش تكنيسيان، هما القناه والفنيين اللي فيها سون با ماهوش تكنيسيانات في الامور هذيا، فما كان الامن والشرطه هي تنجم تطلع الامور هذيا. الاداره العامه لقناه حنا بعل تطالب نقولوا على المو... لا خلينا نخرجوا الناس كل ولا نقعدوا الناس كل، تطالب معناها انه السيد مختار تيلي يغادر الاستوديو، لانه الامور غذت مجرى اخر و تعرف انا مخ يا خوفي تطلع تصويره صحيحه بعد كلام هذا توا. كاميرات ونقول كاميرات جمعة تعديه كاميرا كاشيف في الطيارة شو ولا مت، واليوم كاميرا كاشيف تاعكم الكل كاميرا كاشيف عزيز القنبري عزيز القنبري يكلمك. سامي العكريمي هاك اش يقول فمي وك على المالخي جابوه من الاثنين في هذا الوقت، وانت معاهم جابوه من الاثنين في هذا الوقت كله جابوه في هذا الوقت. لطفي صلي على النبي. نقعد نعاني فيك انا لطفي انا ما نجمش احنا نعديك سلفي والله لا نجم والله لا نجم. احنا على المباشر احنا على المباشر وما تتغادر لا هذه تزيفوها هذه كاميرا كاشيه هذه ما فماش منها. مشيت للبحر مشيت للغابه مشيت للطياره جمعه تعداك ما ماهوش كيما الهم هذا تاع لطفي هذه واش اخو الاسكار هذه برنامج قائم الذات انزل يحلف في دونياك وش عبد العزيز قوم بغيت يدخل نسكن مع بعض نجيو نسكن سوا جماعية هاي اللي حرقنا له كل لايك وانا لا وانا قال لي وانا نخزن قلت ها هاني قلت لي